استطاع كارل لاغرفيلد مصمم مدار أزياء شانيل تحويل القصر الكبير أو الجراند بالي إلى مقهى باريسي لعرض مجموعته للخريف والشتاء المقبلين للملابس الجاهزة، مجموعة استوحاها المصمم مما كانت ترتديه المرأة الباريسية من قطع في ستينات القرن الماضي، إذ شوهدت مجموعة من التنانير المخططة التي حكت من التويد، كما قدمت العارضات قطعا أكثر شعبية ارتدتها نساء باريسيات في بداية القرن العشرين، مجموعات أراد مصممها أن يجسد فيها ما ارتدته الباريسيات في حقبات مختلفة. Paris, quand on est dans un quartier comme le Marais, c'est le 17e siècle. Quand on est boulevard Saint-Germain, c'est le 18e et les grands, l'opéra, c'est le 19e. C'est amusant cette ville parce qu'elle est très très variée et différente. Et la collection, elle est comme la ville, très variée. تراوحت ألوان مجموعة شانيل بين الأبيض والأسود والعنابي مروراً بالبيج مع لمسة قديمة حديثة، إذ نسق لاغرفيلد ألواناً مع بعضها البعض بطريقة عصرية شهدت في الماضي في عروض شانيل. أما الأقمشة التي استخدمت في حياكة المجموعة فتراوحت بين التويد والشيفون والساتان. Lagerfeld is a genius. I love like his line. I love like his idea, his aesthetics, and I love how creative it is. And not only with the collection, but also with like what he creates in this location every season. Everybody's like everybody's excited for Chanel show more than any other show, kinda. أعادت دار شانيل من خلال هذا العرض إحياء أكسسوارات ستينات وسبعينات القرن الماضي، فشوهدت ربطات الرأس النسائية والحقائب بأحجامها المختلفة. أما أحذية العارضات فكانت لماعة خفيفة باللون البيج ومقدمة سوداء. C'est incroyable. Je trouve ça à la fois classique et moderne. Je trouve que c'est à la fois intemporel et très jeune. J'aime beaucoup. أعاد كارل لاغرفيلد إلى أذهان نساء العالم موضة بداية القرن العشرين، ليس فقط من خلال القطع المعروضة بل أيضا من خلال ديكور العرض كهذا المقهى الباريسي. ليث بزاري، العربية، باريس.